مستمعينا الكرام، تساهم خدمة التعليق الوصفي السمعي باللغتين العربية والإنجليزية التي يقدمها معهد دراسات الترجمة بجامعة حمد بن خليفة بالشراكة مع مركز المتابعة الميسرة لمباريات كرة القدم في أوروبا في تعزيز تجربة ضعاف البصر والمكفوفين في مباريات كأس العالم في قطر 2022. صحيح زميلي محمد، وقد حظيت خدمة التعليق الوصفي السمعي على مباريات كأس العالم فيفا قطر 2022 التي تتوفر باللغة العربية لأول مرة في تاريخ المونديال إلى جانب اللغة الإنجليزية، حظيت بإشادة واسعة من المشجعين ذوي الإعاقة البصرية، حيث تتيح لهم فرصة الاستماع إلى وصف دقيق مفصل لكافة أحداث المباراة وأجواء الاستاد. للحديث أكثر مستمعينا الكرام حول هذا الموضوع، يسعدنا أن نرحب بضيفتنا لهذا اليوم السيدة راما الزعبي، منسقة مشاريع في معهد دراسات الترجمة في جامعة حمد بن خليفة. يا مرحبا فيك اختي راما في برنامج عيشية قطر. السلام عليكم، أهلا فيكم، مساء الخير. الله يمسيك بالنور والمسألة. ودنا بداية سيدة راما الزعبي، يعني كيف ترين وتتابعين هذه الأجواء المونديالية، وبالنسبة لك ما الذي يميزها؟ طبعا أول شيء سعيدة جدا بتواجدي أثناء كأس العالم ومشاركتي بمشروع يعني يعد جدا مهم وكبير لهالفئة اللي هي المكفوفين وضعاف البصر، الحمد لله. نعم، حياك الله سيدة راما الزعبي. أكيد يعني إطلالة إن شاء الله تكون مميزة في برنامج عيشي قطر، ولو نتحدث عن شراكتكم وتعطينا نبذة عن شراكتكم مع مركز المتابعة الميسرة لمباريات كرة القدم في أوروبا. طبعا برنامج التعليق الوصفي السمعي على مباريات كرة القدم كان يعني عبارة عن شراكة ما بين قطر 22 ومعهد دراسات الترجمة في جامعة حمد بن خليفة ومركز المتابعة الميسرة لمباريات كرة القدم في أوروبا. نعم، إذن يعني بالتأكيد هذه الشراكة وهذه المتابعة، ويعني هناك أهداف تطمحون لتحقيقها خلال هذه الشراكة، لو نتعرف على هذه الأهداف. الهدف من هذه الشراكة هو تقديم برنامج تدريبي في مجال التعليق الوصفي السمعي من أجل إتاحة يعني الفرصة للمرشحين المختارين لتقديم خدمة التعليق الوصفي السمعي خلال مباريات كأس العرب 2021 اللي تمت السنة الماضية وحاليا في كأس العالم 2022. نعم، إذا يعني نتحدث أكثر عن الآلية، كيف تم هذا الأمر وما هي الآلية اللي تعتمدونها خلال تقديم خدمة التعليق الوصفي وأيضا السمعي لإيصال هذه الصورة الكاملة الرياضية المونديالية لضعاف البصر وأيضا للمكفوفين؟ يعني نحن بنعمل على تقديم وصف دقيق مفصل لكافة أحداث المباراة من حيث يعني تقديم وصف للأجواء الاستاد، ألوان ملابس اللاعبين، تعابير وجوههم، كل التفاصيل الدقيقة اللي ممكن تعطي صورة كاملة لضعاف البصر واللي ممكن إنها توصلهم صورة وتوصلهم تجربة متكاملة مماثلة لتجربة المبصرين يعني. نعم، جميل جدا السيدة راما الزعمي. بالتأكيد يعني المعلق لابد أن تكون لديه المهارات الكاملة التامة المهمة، أيضا عند المعلومات عند كل التفاصيل حتى يكون مؤهل لهذا التعليق، فكيف يتم تدريب المعلقين لمثل هذه الخدمات، خصوصا أنها يعني مش أي مباريات، هذه مباريات كأس العالم فيفا قطر 2022. صحيح، طبعا بما أن الحدث كبير كبير وله أهميته، تم تدريب المعلقين من تقريبا شهر 3 هاي السنة، يعني صرنا تقريبا 9 شهور بالبروجكت. تم تدريب المعلقين من خلال جلسات تدريبية مكثفة قدمها خبير بالمجال التعليق الوصفي السمعي، وقام بهالبرنامج لتأهيل المشاركين وتزويدهم بالمهارات اللازمة للعمل كمعلقين للوصف السمعي. وبعد هالجلسات كان في مهام عملية ومراحل من جلسات تقييم قصيرة للتأكد من أنه الشخص صارت عنده المهارات اللازمة والكافية لحتى يقدر يشارك بحدث كبير مثل كأس العالم ويقدم الخدمة للمكفوفين وضعاف البصر.
نعم، هل كانت هناك أي صعوبات ربما أو تحديات واجهتكم في هذه في هذا العمل؟ طبعا يعني أكيد الموضوع ما بيخلى من التحديات. التحديات كانت أن الخدمة رح تتطبق لأول مرة بالعالم العربي، ما كان في تجربة سابقة للموضوع في أي دولة عربية أو حتى باللغة العربية نفسها، يعني ما كان عنا مرجع أو تجربة سابقة نبني عليها. ولكن الحمد لله كأس العرب مكننا وعطانا عطانا يعني خبرة، وعطانا يعني بما أنه كان في تواصل دائم مع وفينا ضعاف البشر قدرنا نسمع لملاحظاتهم ونتعلم منها ونعرف شو هي الأشياء اللي لازم نحسنها ونبني عليها لكأس العالم لتقديم تجربة أفضل. يعني وانتو دائما قد تحدي بالتأكيد سيدة راما زعبي، وبالتأكيد يعني عندك كلمة وإضافة حابة تضيفينها في برنامج عيشي يا قطر لكل من يسمعنا عبر أثير إذاعة قطر؟ طبعا أكيد أول شيء بدي أتشكركم على هالاستضافة الكريمة وعلى وقتكم وعلى هالبرنامج الجميل، وحابة أذكر أن الخدمة إن شاء الله رح تبقى متوفرة لكل المباريات القادمة إن شاء الله، وممكن الاستماع إليها من خلال تحميل تطبيق فيفا انترتيتينج سواء على الأندرويد أو على الأبل، وممكن للشخص أنه يستمع للتعليق الوصف السمعي سواء كان بالملعب أو ممكن حتى أنه يستمع من بيته يعني عادي من أي مكان. نعم، الله يعطيكم الصحة والعافية على ما قدمته أمانة في هذه البطولة. السيدة راما زعبي منسقة مشاريع في معهد دراسات الترجمة في جامعة حمد بن خليفة، شكرا جزيلا لك. شكرا كثير، يعطيكم العافية. الله يعافيك.